شو تحكي اللي بحبها المنطقة اللي احنا شباب ما بيبقى منهم غير الصور المعلقة بالبيوت بالشوارع. مشهد قاتم فردت تفاصيله قساوة الحرب التي شنت على سوريا، فبين الملامح السوداوية استطاعت عين الإبداع أن تلتقط ما يحدث لتنسج حكاياها. فروح الإبداع استمرت بالحياة على أرض رشحها تاريخها بأن تكون أيقونة الحضارة على مر الزمن. عام 2016 تألقت فيه الشاشة الذهبية التي بقيت مضيئة بأقوى الأعمال السينمائية السورية. فكر وعدسة كاميرا كانتا سلاح الأقوى لمبدعي سوريا خلال العام. بين قساوة المشهد الوحشي لحظات إنسانية رصدتها عدسة المخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور ليكون فيلم داعش فانية وتتبدد، أول عمل يقتحم ظلمة الخراب والدمار الإنساني الذي خلفه التنظيم الإرهابي، ليرصد بين الركام ورماد ما تبقى حكاية وقصص وثقتها عين مبدعة. كل ما ليس معنا كافر، والبلد اللي اجيت منها وتربيت فيها واكلت من خيراتها هي كمان بلاد كافره؟ اوروبا ارض اسلام. سيكون يعني بدايه لاعمال كثيره تناقش هي الازمه وتناقش هذا الفكر الارهابي المتطرف الدخيل على النسيج السوري. الثلاثين من الشهر الاول خلال 2016 كان العرض الاول لفيلم فانيه وتتبدد، العرض الذي ازاح الستار عن مشهد سينمائي لا يزال يحيى على مسارح الأوبرا السورية. شو في ذا كتابنا؟ هذه كتب المذاهب الإسلامية. اليوم سوق السبايا. كاميرات أعلنت دورانها على الأرض لترصد ما يحدث وفق رؤية صناعها، وعدسات جسدت ما حدث ويحدث في مناطق غير الإرهاب بوصلة حياتها. فبقي الواقع الإنساني ركن دخل المخرج السوري باسل الخطيب عواليمه ليرسم حكاية ألم وأمل حملتها سطور سيناريو سوريون. صلي 3 سنين بعيدة عن بيتي وبنتي وعموت باليوم 100 موتة مشان أعمل الشي اللي لازم تعمله ومشان أكون مع الناس اللي لازم أكون معهم. إذا نسينا هالأيام السودة اللي عم نمر فيها معناتها كل هالخراب وكل هالدم راح وهدر. فيلم ترك الدموع تحكي لنا لوعة الفراق، ونار تحرق الروح قبل أن تحرق البيوت والأيام وأجمل الذكريات. أحفادي اللي كان لازم أفرح فيه اندفنتم بإيدي هذول. براعة مخرج وصدق رسائله رشحت العمل السينمائي لجائزة التحكيم الخاصة في مهرجان أفلام المقاومة بإيران. وقلب سوريا حمص كانت حكاية أخرى رواها المخرج جود سعيد وفق رؤيته الإخراجية. مدينة أغوت سعيد وفق أحد تصريحاته لتكون إحدى حكاياته السينمائية، نظرا لخصوصية تركيبتها الاجتماعية وموقعها الجيوسياسي. هذا المكتوب أنت تعرف مني. Thank you.
بين حكايا الحرب والدمار بقي للحب قصصه التي التفت على أعمدة الموت لترسم الحياة بكل معانيها. فرغم خوض الفنانة سلا فواخرجي أولى تجاربها الإخراجية عام 2015، إلا أن صداه بقي يتردد محلياً وعربياً خلال العام الماضي. حكاية عشق رسمتها فواخرجي بعدسة كاميرتها لاقت صداها على مسرح حمص ووسط حضور كبير من أهالي المحافظة. وعلى المنصات العربية وجدت رسائلها الطريق إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته 31، ليتوج بجائزة الجمهور ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسط في الجزائر. فيما الختام كان بأيقونة أنثى الأبانوس ضمن فعالية مهرجان الخرطوم للفيلم العربي. عم نحاول كل واحد من مكانه، نحن وانتو كل واحد فينا يقدر يرجع يعمل، نرجع نشتغل، نرجع انه نحن مو بس احياء، لا نحن عم نحاول نكون مبدعين دائما. فهي التجربة الاولى رسائل الكرز، يعني صلى وقت لا بأس فيه. التجربة الاولى بايجابياتها وسلبياتها، بس اللي بقدر اقوله باختصار انه هي في هيك خلاصة روح فعلا اشتغلنا كلياتنا كمجموعة من روحنا. في بعض الرسائل، رسائل عن الوطن، رسائل عن الحب، رسائل على الإنسان يلي فينا يلي عم نبلش بالأحداث الأخيرة عم ننساه، فدعوة لهذا الإنسان لحتى يرجع. إن شاء الله توصل هالرسائل سوريا كلها مو بس الجولان، يعني الفيلم عم يحكي عن قضية الجولان، هي الشقفة المقتطعة من القلب، بس أكيد حمص كمان نفس الشيء، وأكيد كل شبر من سوريا هو جوا القلب السوري. صعب تتجزأ، صعب يتجزأ هذا القلب، وإلا في كيان كله بيروح بيموت. بطولية توجت عام 2016 عبر أيقونة سينمائية حملها إبداع المخرج نجدة إسماعيل أنزور. سوريين غلطوا بحق الناس والدولة، والقضاء حكم عليهم بالسجن مش بالموت. لكون يموت وتفنوا اشري معي إن شاء الله. نزلوا هدول وانتوا رجع جبهة. حكيم أنا سجين وفي غيري 4000 سجين، بس ما عنا غير طبيبين. الله يرحمها وإلا تنزل. يا سيدي نحن غلطنا بحق الناس والدولة، أعطونا فرصة نكفر فيها عن ذنوبنا، نحسن نحمل سلاح ونقاتل حدكم. جربونا يا سيدي. دبابي يا شباب انتبهوا، دبابي. نحن صامديزي وهذا خيارنا وقرارنا. هذا السجن قطعة أرض من هذا البلد وما رح نطلع منها لتطلع آخر روح فينا. إبداع تخطى حدود حصار دام سنتين، ولغز صمود أبطال سيبقى التاريخ يمجد صمودهم ليجسد ملحمة بطولية بأدق تفاصيلها الإنسانية. بألم وأمل جسده المشهد السينمائي، فيما عيون المبدعين بقيت شاخصة ترصد لحظات انتصار لا يزال يسطرها الأبطال الحقيقيون على أرض الوطن.